أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز القول أن أول من آمن هو الله بدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ أول من آمن هو الله. شو الكلام هذا؟ نعم، هذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. هذا الاستشهاد هذا غير الإيمان. شهد الله أي أخبر سبحانه. الشهادة معناها الإخبار. شهد الله أي أخبر سبحانه عن وحدانيته. شهد الله بما أقام من أدلة التوحيد، هذه شهادة من الله، إقامة الأدلة الكونية والقرآنية، هذه شهادة من الله على التوحيد. هذه الإخبار من الله، وهي نصب الأدلة على توحيده سبحانه وتعالى. نعم.